كنرحبوا بممثل عصبة الوطنية هوت. اليوم عندنا جمع العام غير عادي، كيتمحور في جوج ديال النقاط. النقطة الأولى هي انتخاب مكتب مديري الجديد لفريق فتح رياض الناظور، والنقطة الثانية مصادقة على أم الخالتين الجدد. فيما يخص الانتخابات ديال اللائحة ديال المكتب المديري لفريق فتح رياض الناظور، بإذن الله ستسند مسؤولية ديال رئاسة فريق فتح رياض الناظور للسيد صالح علو بعد الاستقالة ديالي من رئاسة فريق فتح رياض الناظور. كنوضع الاستقالة ديالي راه هنا نسخة من ياخذ النسخة العصبة الوطنية هوات، و كنوضع راه الإشارة ديال الكتابة العامة. وأمام أعضاء المكتب المديري وأمام أعضاء مخالطين وأمام محبين وغيورين على الفريق فتح رياض الناظور ومنابر إعلامية، نود نشكر جميع الحضور خلال الاستقالة ديالي من رئاسة فريق فتح رياض الناظور لا يعني أنني أنسحب ولا أبتعد عن فريق فتح رياض الناظور. أنا دائما متواجد وموجود، وإن شاء الله غادي تكون أنا اللي مطلوب مني هي كنطلب منكم جميعا كلمة واحدة، وسنناضل سنستمر في نضالنا مع فريق فتح رياض الناظور. ما نهضروش على المنصب ولا التواجد ديال العضو ولا داخل المكتب، ولكن انا اقولها اكررها، اللي فتحاوي راه فتحاوي، وتكون عندنا ثقافه وحده وتكون عندنا رؤيه وحده. ونتمنى ان شاء الله الفريق فتح رياض الناظور، كان بداية الموسم كان بزاف ديال الناس اللي كانوا داخلهم الشك، والحمد لله كانت مبادرة طيبة ديال الإخوان اللي حاولوا وداروا مجهود من أجل إقلاع فريق فتح رياض الناظور. هو الحمد لله دابا من بين الفرق اللي كتحت المراتب الأولى بسبعة ديال النقاط، مع أربعة ديال الأندية اللي كان عندهم سبعة ديال النقاط. ولكن حتى حاجة ما سهلة حتى حاجة ما صعبة، حاجة سهلة إذا كانت جميع الناس ملتفين وعندهم كلمة واحدة وعندهم إرادة واحدة، كل واحد من مكانة ديالو، كل واحد إمكانيات ديالو، وكل واحد بعلاقات ديالو، وكل واحد من التواجد ديالو في اي مكان. تصدرت مني عفوية، استسمح للجميع وكنطلب المسامحة للجميع. وناس اي انسان تلفظ ضدي ولا شي حاجة بدون مبرر وبدون حجة
في واحد المرحله ديالو انا كنسمح للجميع، والرياضه هي هذه فيها كما قولوا فيها الفرحه، فيها الانسان يتعصب، انسان اي حاجه تلقاها في كره القدم، ولكن التريث انسان اصعب حاجه هي انا قلتها لكم هي الاستمراريه، هي انسان تشجعوه يخدم، راه اللي ما يغلطش هو اللي ما يخدمش، اما اللي يخدم وانا قلتها لكم دي اختراع ونقولها لكم انا شخصيا منذ 2007 وانا كنسير مع مجموعه ديال الاخوان كنحييهم على راسهم سي محمد بورعده في الطحطامه والباقي طويله سي ميمون المزراف محمد افقير والتحق بنا السنه الماضيه السي وليد السي عماد منذ سنتين وسيروا معنا مجموعه ديال الاخوان وعندهم معك الله يرحمهم وداز معنا السي عبد الرحمن السي المساوي عبد النبي الله يرحمه السي عبد القادر الشامي الله يرحمه السي احمد الفهيمي مجموعه ديال الناس سيروا معنا ومازال كيسيروا والحمد لله كانت علاقه طيبه نقاش انا ديما كنقولها راه ايجابي ماشي سلبي ونتمنوا ان شاء الله الاستمراريه لفريق فتح رياضي الناظور والسي صالح علو جا في واحد المرحله اللي خصنا كاملين لان تنقصوا التجربه مازال راه متخوف مازال ما تعودش مازال بزاف ديال الامور ولكن بحسنيه وبالنيه حسنه وبالمجموعه وبالناس ديال التجربه والناس ديال الاكسبيريونس غادي نتكتلوا من اجل مصلحه فريق الناظور ونتمنوا ان شاء الله هذه السنه هذه نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع ونكون ان شاء الله واحد الاقلاع لان كاينه مجموعه كاينه لاعبين كاينه امور غياب بنيه تحتيه غياب الظروف ديال التدريب غياب بزاف ديال الحاجات ولكن الا كانت اراده نقدروا نحققوا المستحيل رغم الامكانيات ديالنا رغم الظروف ديالنا رغم الانديه اللي غنمارسوا معها ولكن الا بغيتوا كاملين بغات المدينه وحسنيه كون على يقين غادي نعطيو الكلمه ديالنا وفتح الناظور غتخرج الى بر الامان نقصوا من الهضره وردوها للخدمه غادي نديروا لجان سي صلاح غادي يقدر يقترح لجان واللي عنده واللي كفاءه في شي لجنه ولا شي حاجه واخا ما كانش في المكتب واخا ما كانش منخرط عنده قيمه مضافه كفتحي جميع راه الاشاره ونتمنوا ان شاء الله التوفيق لا بون كونتينيتي نصفقوا على السي صلاح جميعا ونوقفوا نصفقوا له بحراره انا بعد الاستقاله ديالي دابا غادي نمروا لعصبه الهوات بالنسبه كما يخفى على الجميع بعد اولا كنطلب من المنخرطين كنطلب من الاعضاء المنخرطين ياكدوا ويصادقوا على الموافقه ديال السي بشير يوافقوا على الموافقه ديالو باش تكون رسميه الاعضاء المنخرطين واه واه لا غادي يمشي كامل المديري كامل واه هو غادي ياكدوها المنخرطين غادي يقبلوا الاستقاله بالنسبه للاعضاء زيد السي محمد يوسف يعني بالاجماع السي ميمون بالاجماع ك
كما لا يفعل الجهاز بين 2022، إلا أنه ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيله، وذلك طبقا للمادة 21 من القانون الأساسي لجمعية الفتح الرياضي النظري، على أساس أن يكون الإعلان عن جمع عام غير عادي ثاني بعد انصرام أجل 15 يوم على الأقل، يعني رحنا في الأجل القانوني بالنسبة للجمع العام. الجمع العام والتصويت كيكون بمن حضر باسم الأعضاء المنخرطين. النقطة الأولى في جدول الأعمال، جدول الأعمال في جدول النقط، انتخاب مصادقة على قبول عضو أعضاء منخرطين جدد. والنقطة الثانية انتخاب مكتب مديري جديد لنادي الفتح الرياضي النظري. غادي نمروا بالنسبة للنقطة الأولى، قبول الأعضاء المنخرطين جدد. تم اللائحة فيها السيد صلاح الدين علو، زكريا وحشي، محمد علو، السيد محمد بن خدة، أسامة العمريوي، عصام الطالبي، مراد يبقى. موافقين على اللائحة بالنسبة للتصويت؟ واه. منيجان المهم هو يوداني غير خدمة لا ملجدوة من أننا نجيت كنقطة ديني أنصوت أنا عدو غد تصويت خل مكتب المديري والانخيرات قديني المستارة مسعادية خمي أزمن الانخيرات تسندي وغانا بخاصة نشينا نصادق خينا نشينا نصادق خينا مكتب إداري لا المكتب عاق النقطة النقطة عاق يسمينو الإخوان تيجي تفضل. دابا عندكم طبقا للمادة 19 ديال القانون الأساسي للجمعيات، القانون الأساسي النموذجي، اقتياح ولا قبول أعضاء جدد كيتم في الجمع العام. دابا عندنا الأعضاء المنخرطين الجدد خصك تصدق عليهم، والموافقون والرافضون الممتنعون ما شفناش هذا الشيء، ما يمكنش ندوزوا نقطة هكا وصافي. احترموا المسطرة. بالنسبة للرئيس صلاح الدين علو، محمد بورعدة النائب الأول للرئيس، بوجمع يحياوي لا عاود افتح واش بوجمع يحياوي النائب الثاني للرئيس، عبد الفتاح طامة كاتب عام، يوسف رشيد كاتب عام مساعد، محمد رمضاني أمين المال، محمد أفقير أمين مال مساعد، المستشارون كمال العساوي، أحمد الفاهمي، فراس أزحف، حسن كلابيلي، محمد أمين عبد الخالقي، سيدي محمد بن خدة، زكريا حشي، محمد عالم. كنشكر السي صالح في المبادرة بعد اللي خدا على عاتقه رئيس فريق فتح الناظوري، وواحد الملاحظة كاين تما كنائب الأول للرئيس، كنمسح من النيابة الأولى كنعطيها للسي بوجمع يحياوي وشكرا. دابا السي صلاح باذن الله على بركته رئيسا ان شاء الله لفريق فتح الرياضي النظور، نتمنى ان شاء الله الجميع يدير مع يدو من اجل اقلاع الى الامام وشكرا. يلا صعب الشعب سبحان الله دفعت مخي وبنصح دفعت الفات حصى وكنت ندير على الصاحب
السلام عليكم الاخوان. اتمنى ان شاء الله تيم مارا مليح كدو يحفظ سيدي ربي العالمين في التقايد في الجيب. ايوا صافي الله يحفظ الوالدين. محمد مرة اختي قايده في الجيب منايا الشوا تجيبو يوسد امني وها يوسد المجهودات السي البشيري بعدا تشكالي بعدا 15 سنه يمشي الفرقه يحافظ خاس نتاد المكتب الناس اللي بينو في تحتامه الاخوان محمد بورعضال الاخوان مرة محمد افقير يمون وزراف هنا مرة تشكالي فن خمين كشيني الفاتح ذعاد تمني غزاي سن على ذلك شنعاد فوس غزات عاد نشوح ليه قوز ما غاد سويا كيبو يا ماشا س الاخوان سي بيلان كيبو ما باش نلقاش شي ان شاء الله نويا غزة امو نتمنى وي خصنا ديال سن الفاتح هذه عاون مرحبا الشين وانت باللي عطوات خي الجنه وي دغيا سن هذه عاون مرحبا الفاتح وجي لان صالح لا البشير لا النجن ما راه كاين سن كنعدو ماشا الفاتح نغمار تنديد ونهرا من السي ورا الطاس سيدي شكرا لكم.